اصعب تحولات عملها ممثلين في الافلام. الممثله كارين جان عملت اصعب ميك اب في عالم مارفل كله، اصعب حتى من الميك اب بتاع ثانوس، وده لانها اضطرت تحلق شعرها زيرو، خليته بلاطه، وكانت بتضطر تفضل قاعده على الكرسي تحت ايد الميك اب ارتست لمده 5 ساعات كامله عشان تطلع بالمنظر اللي احنا شفناه. فلاديمير عشان يعمل دور ملك الجريد في مسلسل جيم اوف ثرونز ويطلع بالمنظر الغريب والعظيم اللي احنا شفناه في المسلسل، كان بيقعد تحت ايد الميك اب ارتست لمده 6 ساعات ونص. وبالرغم من كل الماسكات اللي هم حاطينها ديت، الا ان هو في وقت التصوير ما كانش يقدر ان هو يبربش بعينه نهائي، وده طبعا لان ملك الجريد ما كانش اصلا بيبربش. ممثل راين اللي عمل فيلم ديدبول عشان يطلع بالمنظر اللي احنا شفناه دوت ان كان جلده مشوه، كانوا بيضطروا يركبوا له جلد صناعي في دماغه وفي دراعاته وفي اي منطقه مكشوفه من جسمه. الموضوع كان بيكلفهم كل يوم حوالي 3 أو 4 ساعات، بس الاسوأ ان هم لما كانوا بييجوا يشيلوا الجلد دوت، الجلد كان بيبقى لازق في جلد الممثل، وقال ان هم بيشيلوه كان بيوجعه جدا لدرجه انه كان بيرقع بالصوت. الممثل دانيال اللي عمل دور هاري بوتر عمل بعديها دور مختلف جدا في فيلم هورن لما كان طالع فيه حاجه اشبه بالشيطان، وعشان يعمل الميك اب اللي انا بشوفه ميك اب فشيخ جدا، كانوا بيعملوه بقى حاجه كده زي ميكس مؤثرات بالكمبيوتر وحط عليها ميك اب. بول بيتني عشان يقدر يعمل دور فيجن كانوا بيضطروا ان هم يدهنوه باللون الاحمر، وكانوا بيعملوا الموضوع دوت لمده 2 ساعة في كل يوم تصوير، وفوقها كان في قطعه بتركب فوق دماغه، ودي كانت مسببه له مشاكل في السمع لدرجه ان هو كان بيتفاعل ببطء مع بقيه زمايله، وده بسبب ان هو ما كانش بيسمعهم صح. الممثله انجلينا جولي في فيلم ماليفيسنت كانت بتحتاج ان هي تركب قرون، لا مش قرون، اللي هي قرون عادي، وضب ومناخير وحاجه زياده في الوش، وقالت ان ده كان بيمنعها ان هي تتكلم كويس او تشم، وكانوا بيعملوا الموضوع دوت لمده 3 ساعات كل يوم تصوير، وبيحتاجوا كمان ساعه عشان يشيلوه من وشها. جينيفر لورنس عشان تعمل دور ميستيك في الميكسمن كانوا بيحتاجوا 6 ساعات شغل و7 بنات شغالين عليها، كانوا بيضطروا ان هم نيموها على لوح خشب عشان ما يجيلهاش تشنجات في جسمها. جينيفر اشتكت ان الماده اللي كانوا بيحطوها على جسمها ديت كانت بتجيب لها حساسيه والتهاب جلدي. الممثله اني هاسوي في فيلم ذا ويتشز عشان يعملوها الوش المرعب اللي هي ظهرت فيه في الفيلم، كانوا محتاجين ياخدوا قالب من شكل وشها، واثناء ما بتوع المؤثرات كانوا بيحطوا الماده اللي هياخدوا بيها القالب، الماده لزقت فوق دماغها، وقالت ان بسبب الماده دي كان ممكن تتخنق بجد.